كل فترة من حياة الإنسان يتعدى بمشاكل عديدة تخليه يتبنى مواقف ويتبنى مبادئ وقيم، إنه ما يسكتش على الظلم أو إنه يدافع على حقوق الناس. بديتها بإنه ندافع على نفسي، ثم على محيطي، ثم على القضايا اللي تبنيتها على مر السنين كحقوقية وكرابطية. نور سمادي، 27 سنة، من سوسة، خارجة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وناشطة حقوقية مجتمع مدني ومجتمع سياسي كذلك، وحالياً نخدم مسؤولة بيداغوجيا بشركة خاصة. ثورة 14 جانفي كانت 2011 كانت بالنسبة لي انفتاح على حقوق الإنسان أولاً، على الكرامة وعلى العدالة الاجتماعية. بديت نفهم في المبادئ هذوما والقيم هذوما اللي قامت عليهم الثورة، إنه عندي أمل حقيقة، شخصية متفائلة جداً، إنه المجتمع هذا والشعب هذا يستحق ما هو أفضل، يستحق إنه يتعايش في إطار سلمي ومشترك قوام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. متفائلة ومتحمسة. شابة أخرى من ولاية أخرى باش نكتشفوا إجاباتها على أسئلة لجنة تحكيم برنامج صنع الرأي. نورس، السؤال متاعك، هل تضمن الدولة التونسية اللا مركزية الثقافية؟ وتبرر موقفك علاش. نظرياً أي تضمن ذلك وتكرسوا في دساتير متاعنا، هذا يروه في دور الثقافة الموجودة في الجهات، الحفلات، المسارح المفتوحة، ثقافة زادة، ثقافة تراثية بمعنى تفعيل دور التراث كمركز ثقافي للشباب في الجهات، ولكن يبقى قليل ويبقى ناقص، لأنه مش مشكل في تفعيل اللامركزية بمعنى مؤسسات ثقافية موجودة في الجهات، ولكن الخدمة على الوعي بتاع الشباب في الجهات أو المواطنين بصفة عامة في الجهات على دور الثقافة في التغيير ودور الثقافة في البناء وفي التطوير. وأنت ابنة الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان، ما هو رأيك في عقوبة الإعدام؟ مرفوضة رفضاً تاماً. بالنسبة لي نرى أنه حتى إنسان ما عنده الحق يحو حاجة، هو ما عطاهش الحق في الحياة، حق ما عطيناهوش، ولكن بالنسبة لي حتى إنسان ما عنده الحق لأي سبب كان مهما كانت جريمة الشخص أنه يسلبه حياته. حبيت الأسئلة بتدخل اللي في اختصاصي، ما قيتش برشا وقت بتدخل أنه سأل جزوز أسئلة مع بعضهم، محمد سأل أسئلة جزوز مع بعضهم، دونك خيرت أنه نقتضب في حرية الضمير ونمشي الاختصاصي أكثر خير.